شبك علينا. مبادرة مجتمعية لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع صاحبة مبادرة وليف وحملة نتواصل ونحمي وفريق عمل وحدة الفحص المتنقلة قامت بزيارة كبار المواطنين في منازلهم لإجراء فحوص كورونا كوفيد-19، كما تم الاتفاق مع الجهات المعنية على توفير الاحتياجات الإسعافية لكبار المواطنين ونقلهم في المواعيد إلى المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بغسيل الكلى والعلاج الطبيعي. وكان الهدف من عمل وحدة الفحص المتنقلة هو الوصول إلى هذه الفئة الاجتماعية، وهم الأباء والأجداد، وحمايتهم في منازلهم بدلا من خروجهم لطلب الرعاية الصحية في تلك الظروف. وقال رئيس قسم تنظيم خدمات الإسعاف علي موسى الحاضي إن المؤسسة أعادت تصميم مركبة الفحص بالكامل من الخارج والداخل بما يتلائم مع طبيعة احتياجات الطاقم الإسعافي لتنفيذ الفحص بما يحقق راحة ورضا المتعامل، حيث تم تحويل كابينة الإسعاف إلى مختبر طبي متنقل تحتوي على كراسي يمكن تعديل وضعيتها بما يتناسب مع إجراءات الفحص، كما جهزت بحقائب معلقة لحفظ المواد الطبية تسهل على المسافين التحكم في نقلها من مكان إلى آخر. وتتضمن أيضا تقنيات ذكية وأجهزة متطورة مثل جهاز التعقيم الذاتي، بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة الحرارة.